ورشة عمل لرؤساء دوائر الأبنية المدرسية لمناقشة تنفيذ البروتوكول الصحي استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. اختبارات المرحلة الأولى للقبول بالمركز الوطني للمتميزين على مستوى مديريات التربية في المحافظات. البدء بتدريب أطباء الصحة المدرسية على البروتوكول الصحي المعتمد مع عودة افتتاح المدارس. امتحانات الدورة الصيفية لمعهدي الموسيقى والرسم في حلب. نبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج التربوية في أسبوع، أهلا بكم. بحضور وزير التربية الدكتور دارما الطباع ورشة عمل لرؤساء دوائر الأبنية المدرسية في مديريات التربية بالمحافظات كافة لمناقشة تنفيذ البروتوكول الصحي استعدادا لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2020-2021. بهدف الاستعداد لافتتاح المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب ضمن الشروط الصحية خلال جائحة كورونا، أقيمت ورشة عمل لرؤساء دوائر الأبنية المدرسية في مديريات التربية بالمحافظات كافة، وذلك لمناقشة تنفيذ البروتوكول الصحي المتفق عليه ما بين وزارتي التربية والصحة. وزير التربية الدكتور دارم طبع أكد خلال الورشة على ضرورة أن تكون الوزارة على اطلاع دائم ومستمر باحتياجات الأبنية المدرسية، مشددا على ضرورة العمل على دراسة متكاملة بحاجة كل مدرسة من المرافق الصحية. تم دعوة رؤساء دوائر الأبنية المدرسية لحضور هذه الورشة، أهم شيء التركيز على موضوع يعني دورات المياه والمرافق العامة من مشارب، دورات المياه استبدال مثلا صنابير المياه التالفي، الخطوط المياه المالحة، استبدال خطوط المياه المالحة المكسورة أو ذات الأقطار الصغيرة، وبالباحات كمان المصارف، زيادة المصارف المطرية بالباحات المطرية. عم تأتي هذه الورشة لترجمة توجيهات السيد وزير التربية وفق رؤية واضحة لتأمين المدارس بكل مستلزماتها لأبنائنا التلاميذ والطلاب، ولا سيما خلال يعني مواجهة وباء كورونا. والله هو حسب يعني التقارير الإحصائية والمسح اللي تم للمدارس، في نقص كتير كبير بموضوع الصنابير، في مشاكل كتير كبيرة بالمجارير، في مشاكل كمان بالأبواب، أبواب الكابينات للحمامات سيتم طبعا معالجتها خلال هالفترة إن شاء الله قبل العام الدراسي. هذا إيش ضابط مهم المدارس المحافظة جاهز لفتح العام الدراسي 2020-2021، ولكن يوجد عدد لا بأس به من المدارس بحاجة لتأهيل مرافق صحي، وتوجد مشاكل بحاجة جدا لمعالجة بتضافر على بقية مؤسسات الدولة، مؤسسة المياه الكهرباء، وبعض ضخ المياه لبعض المناطق تؤدي إلى أحيانا عدم تأمين الكميات اللازمة من المياه للمدارس، خاصة عدد المدارس اللي عدد الطلاب كبير. تواصل وزارة التربية الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتجهيز المدارس بكل ما تحتاجه ضمن الشروط الصحية لاستقبال الطلاب دون أي عوائق وبما يضمن سلامتهم واطمئنان أهاليهم. انطلقت يوم الأربعاء الماضي اختبارات المرحلة الأولى لاختبار التفكير الرياضي المنطقي للقبول بالمركز الوطني للمتميزين على مستوى مديريات التربية في المحافظات. مراسلو التربوية والتفاصيل. من أجل بناء نخبة علمية قوية وقادرة على ابتكار أفكار خلاقة ومبدعة تنهض بالمجتمع وتطوره، حيث انطلقت اختبارات المرحلة الأولى بمشاركة 2000
و13 طالبا من الصف الأول الثانوي بإقبال استثنائي لم يشهده المركز منذ 10 سنوات. اليوم نحن بدأنا بتهيئة المركز من خلال تعقيمه وتهيئته لاستقبال طلابنا للمرحلة الأولى المتميزين. عدد طلاب متقدمين 156 طالب ما احنا شايفينهم عم يشتغلوا، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والمنافسة مع زملائهم بالمحافظات الأخرى. الطلاب المتقدمون بمدرسة غسان عبود بدمشق أكدوا إصرارهم على التميز والإبداع ليكونوا الحجر الأساس في بناء سوريا علميا. الأجواء كان كتير ممتازة، والحمد لله الأساتذة كانوا كتير متساهلين معنا، والأسئلة يعني ما أنا صعبة كتير وما أنا سهلة كتير. الأسئلة كانت صعبة بالنسبة لمن دارس، بس اللي كان متميز واللي بيقدر عليها كانت سهلة عليه كتير. يذكر أن اختبارات المرحلة الثانية ستجري أيام 13، 14، و15 من أيلول الجاري للمقابلة الشخصية في مقر المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين في اللاذقية مبنى كلية التربية والحقوق، في حين ستجرى المرحلة الثالثة اختبار التفكير الرياضي المنطقي الثاني بتاريخ 16 من الشهر ذاته الساعة 9 صباحا. هنا في مدرسة الباسل الأولى للمتفوقين بالسويداء تقدم 67 طالبا وطالبة لاختبارات القبول في المركز الوطني للمتميزين، ممن نجحوا في شهادة التعليم الأساسي وحققوا شروط الانتساب، ذلك في ظل تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية. طبعا تقدم اليوم لامتحان انتقاء الطلاب المتميزين. طبعا هذا الامتحان هو امتحان تحريري، يتم اختيار مجموعة من الطلاب المتميزين طبعا دراسي في مدرسة المتميزين، دراسي هي مميزة جدا على اسمها. الامتحانات تسير الأمور هادئة بشكل جيد، أبناءنا الطلاب مرتاحون في القاعات، وضعهم الصحي مناسب، تباعد محققين للتباعد المكاني المناسب. تشمل الأسئلة التفكير الرياضي المنطقي وتتضمن 60 سؤالا خلال 3 ساعات كمرحلة أولى، تليها مرحلتان تقامان في محافظة اللاذقية لمن سيجتازون هذا الاختبار. الأسئلة كانت بشكل عام فيها صعوبة منيح، بس كيف يعني بالفيزياء كانت سهلة. الأسئلة يعني صعبة شوي، إنه كانت يعني في أسئلة إنه مو يعني ولا مرة مارقة معنا، يعني بشكل عام إنه صعبة شوي هيك. يأتي هذا الاختبار ضمن سعي وزارة التربية لاستقطاب ورعاية الطاقات وفتح فرص الإبداع أمام الشباب المتميز للنهوض بالمجتمع وتلبية حاجات الوطن. للتربوية السورية سماه الدنون، السويداء. انطلقت اليوم المرحلة الأولى من اختبارات القبول في المركز الوطني للمتميزين، حيث تقدم للاختبار الذي أقيم في ثانوية المأمون 112 طالبا وطالبة من حاملي شهادة التعليم الأساسي الذين تنطبق عليهم شروط التقدم للمركز. يجري اليوم اختبار طلاب المركز الوطني للمتميزين، والبلغ عددهم 112 طالب، تم توزيعهم على 8 قاعات. الحقيقة يعني في كل عام يكون لدى طلاب حلب أو أبناء حلب مشاركة في المركز الوطني للمتميزين. هلا نتمنى لأبنائنا الطلاب التفوق في هذه الاختبارات التي تجري اليوم، واللي هي راح تمر بثلاث مراحل. اليوم هي المرحلة الأولى، في حال حصول طالب على نسبة 90% سينتقل إلى المرحلة الثانية. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح. الاختبار بيقيس قدرات الطلاب على التفكير الرياضي المنطقي في المواد الأساسية للرياضيات، فيزياء، كيمياء، وعلم أحياء. طبعا المركز المدرسة المتميزين هي بتعمل لخلق كوادر بشرية تسهم في البحث العلمي والتقني من أجل تطوير طبعا سوريا وبناء بشكل علمي ومتميز. إجراءات احترازية ووقائية نفذها فريق الصحة المدرسية، حيث تم قياس درجة حرارتهم وتعقيم أيديهم قبل الدخول للمركز وتطبيق التباعد المكاني ضمن القاعات.
قبل بيوم كان في تعقيم للمدرسة بشكل كامل وللمركز، ونحن حقيقة من تقريبا 3 أسابيع تقريبا 90% من المدارس تعقمت، ورجعنا عقمنا المدرسة قبل دخول الطلاب المتميزين إلى الاختبار، وتم تعقيم الأيدي وأخذ مسح حراري لجميع الطلاب. الاختبار المؤتمت شمل المواد العلمية الأساسية إضافة للغة الإنجليزية، والتي يتم من خلالها تمييز قدرات الطلاب الإبداعية كونها تحاكي العقل لديهم، لينتقل الناجحون للمرحلة الثانية التي ستقام لاحقا في مدينة اللاذقية. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء قبول التسجيل في الصف الأول الثانوي في ثانوياتها المهنية النفطية التي تتوزع في حمص والحسكة وبانياس للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسية لدورة عام 2020 حتى يوم الثلاثاء في 8 أيلول الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن مدة الدراسة في هذه الثانويات 3 سنوات داعية من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بتعليمات وزارة التربية للعام الدراسي 2020-2021، إلى مراجعة الثانويات التي يرغبون بالانتساب إليها في المحافظات الموجودة فيها للتسجيل. نفذت وزارة التربية مديرية الصحة المدرسية بالتعاون مع مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة وإشراف منظمة الصحة العالمية ورشة تدريبية تضمنت فريقا مؤلفا من 160 طبيبا من أطباء الصحة المدرسية من المحافظات كافة على البروتوكول الصحي المعتمد عند عودة افتتاح المدارس. حرصا من وزارة التربية على صحة الأبناء الطلاب، نفذت الوزارة مديرية الصحة المدرسية بالتعاون مع مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة وإشراف منظمة الصحة العالمية ورشة تدريبية بحضور وزير التربية الدكتور دارم الطباع، بهدف تدريب فريق مؤلف من 160 طبيبا من أطباء الصحة المدرسية من المحافظات كافة على البروتوكول الصحي المعتمد عند عودة افتتاح المدارس وآليات التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبهة للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 وتسميتهم كمدربين TOT لتدريب المشرفين الصحيين. طبعا السنة مع بداية افتتاح العام الدراسي رح يكون في عنا مشرف صحي بكل مدرسة، 13200 مدرسة. هذا المشرف الصحي حددنا له مجموعة من المهام، سيتم تدريب الأطباء ومن ثم هن بمحافظاتهم رح يدربوا هالمشرفين الصحيين على المهام المطلوبة منهم بالمدارس اللي لها علاقة بالبيئة المدرسية ومراقبتها ومتابعة توافر الصابون المياه النظيفة، متابعة المرضى والطلاب والحالات المشتبهة والتنسيق مع مستوصفات الصحة المدرسية. أهمية الاجتماع هو من شان موائمة التعاون ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة التربية في الإجراءات الصحية اللازمة للعودة للمدارس، عودة آمنة صحية لأطفالنا. في عنا اشتراطات صحية وفي عنا أيضا إجراءات من قبل وزارة التربية الصحة المدرسية، فهي حلقة للبروتوكول نشرحه، البروتوكول الصحي لعودة المدارس، هذا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية حاليا. هذا وتتضمن الورشة 5 دورات مركزية، مدة كل دورة 3 أيام، يتلوها دورات في المحافظات لتدريب المشرفين الصحيين الذين تم تكليفهم في المدارس، ويبلغ عددهم 13200 مشرف تم اختيارهم من ممرضات وإداريات عاملات في الصحة المدرسية وفي المدارس وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال 160 دورة تدريبية في المحافظات كافة. حرصا من وزارة التربية على ألا يضيع عام كامل على طلاب معاهد الموسيقى والرسم التابعة لها، منحت الوزارة فرصة تقديم المواد التي رسب بها طلاب السنتين الأولى والثانية. كاميرا التربوية في حلب كانت هناك وأعدت هذا التقرير. يتابع طلاب معهدي الفنون التشكيلية والموسيقى
التابعين لوزارة التربية تقديم امتحاناتهم في الدورة الصيفية التكميلية وضمن إجراءات احترازية ووقائية. قمنا اليوم بجولة على امتحانات الدورة الصيفية التي من خلالها يستطيع الطالب سواء كان بالفصل الأول أو الفصل الثاني الأسبوع أن يقوم بالتقديم بهذه الدورة الصيفية. طبعا هذه المعاهد بنقل نوعية من خلال الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا تم الارتقاء بمستوى اختيار المطلوبين إلى هذه المعاهد. فمنذ العام الماضي تم تغيير شروط القبول بحيث أصبح قبول الطلاب في هذه المعاهد يعتمد على الموهبة التي من خلالها سوف نحصل على جيل يستطيع من خلال مهاراته إكسابها إلى أبنائنا الطلاب عندما يقوموا بتدريس هذه المادة. تعتبر هذه الدورة فرصة للطلاب الراسبين بمادة أو أكثر خلال السنة الأولى أو الثانية لإعادة تقديم هذه المواد كي لا يضيع عليهم عام دراسي كامل. طبعا احنا اليوم قمنا بجولة إلى معهدي الموسيقى والرسم، طلاب الدورة الفصلية الإضافية الثانية للطلاب اللي أرادوا أن يحسنوا أو يعدلوا أو الذين لم يتمكنوا من النجاح في موادهم في الدورة الأولى. الحقيقة يعني كان يعني في قبول كتير كبير من الطلاب لهذه الدورة اللي ساعدتهم لأنه هن يتجاوزوا مرحلة وما يضيعوا سنة من عمرهم. نتمنى لهم التوفيق، والحقيقة في يعني كان لنا آراء كثيرة في تطوير أداء المعهد من حيث النوع وليس من حيث الكم فقط، من حيث القبول طبعا هذا شأن وزارة التربية، لكن من حيث النوع وتطوير مهارات أبنائنا الطلاب بما يعكس حالة إيجابية على طلابنا خلال يعني حين انتقالهم إلى العملية التدريسية. تحرص وزارة التربية على تطوير مهارات طلاب هذه المعاهد للاستفادة منهم في تنمية المواهب الفنية للتلاميذ، كما تسعى وبشكل دائم للارتقاء بمستوى التعليم في هذه المعاهد التابعة لها. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. وفي حماة نفذت مديرية التربية امتحانات الدورة الصيفية لطلاب المعاهد التقنية الصناعية والتجارية وتقنيات الحاسوب التابعة لوزارة التربية. مراسلنا في حماة والتفاصيل. في أجواء هادئة وبعد إجراء عملية التنظيف والتعقيم، تقدم طلاب المعاهد التقنية الصناعية والتجارية وتقنيات الحاسوب لامتحانات الدورة الصيفية لجميع المواد التي رسبوا فيها، وذلك وفق اللائحة الداخلية للمعاهد. طبعا نتابع اليوم الدورة الصيفية لطلاب المعاهد التقنية. طبعا تم تجهيز المراكز بشكل ملائم. يشكر الكادر التعليمي والإداري في مجمع المعاهد مجمع اللواء ناصيف خيربيك. طبعا لاحظنا التنظيم والترتيب والأسئلة المتوافقة مع المناهج الجيدة. تمنياتنا بالتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة. ويأتي امتحان الدورة الصيفية كفرصة إضافية للطالب من أجل أن ينتقل إلى الصف الأعلى. نتقد اليوم امتحانات المعاهد التقنية للدورة الصيفية التي أعطت فرصة للطالب ووفرت عليه الوقت والجهد لانتظار للعام القادم، وكانت الأجواء مريحة وهادئة، والأسئلة من ضمن المنهاج الذي تم تدريسه خلال العام الدراسي. نتمنى التوفيق للجميع. بالنسبة للأسئلة، الأسئلة مراعية يعني جميع شرائح الطلاب، طبعا المناسبة للوسط لحد المقبول، وحطينا بعض الأسئلة للطلاب المتميزين، هذا يعني مشان نميز الأفضل من الأفضل ومشان المتفوق ياخذ حقه يعني كمان، بشكل انه يكون عندنا شيء متماشي مع الوضع ومع الوضع الراهن والظروف الصحية. هذا ويحق التقدم لامتحانات الدورة الصيفية لحملة المواد من المستنفذين والعاديين من السنة الأولى والثانية. أنا قدم دورة تكميلية صيفية، أسئلة سهلة وكويسة ومتوافية جميع المنهج. اليوم عم أقدم مادة الآلات للدورة الصيفية والأسئلة متوسطة وإن شاء الله بنطلع منها هاي السنة. هلق بالمنهج بشكل عام صعب بس وخاصة النظري، أما المسائل وهيك إنه سهلة معنا كتير صعبة. هلا اليوم قدمنا مادة الآلات، الأسئلة كانت يعني عادية متوسطة يعني، وإن شاء الله نطلع منها هاي السنة. عم نقدم اليوم مادة علم اختبار، الأسئلة كتير كانت واضحة وسهلة يعني، ومن ضمن المنهاج اللي أعطونا إياه يعني.
يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدورة الصيفية بالنظري والعملي بلغ 1725 طالبا وطالبة من الاختصاصات كافة. لأخبار التربوية وليد سلطان حما. نبقى في حماة وتستمر مديرية التربية بتصنيع الكمامات الطبية في الثانويات المهنية النسوية، وذلك ضمن مشاركة وزارة التربية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. لنتابع معا التفاصيل في هذا التقرير. تستمر مديرية التربية في حماة بتصنيع الكمامات الطبية في الثانويات المهنية النسوية، وذلك ضمن مشاركة وزارة التربية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. بالتأكيد اللي قامت فيه وزارة التربية في مجال التعليم المهني وتوجيه كل المهن لإنتاج كمامات لتغطية حاجة أولا وزارة التربية والوزارات الأخرى، عمل عظيم جدا. اليوم اللي عم نشوفه اللي عم يقوموا فيه زملائنا هون عمل كتير جيد، وأنا بتوقع هذه ستغير من عقلية تفكير العاملين في التعليم المهني بشكل أن يلبوا حاجة السوق، ليس فقط الآن في مجال الكمامات، ممكن تكون بالمستقبل تجهيزات المخبرية كلها، الألبسة الوقائية اللي تستخدم بالمخابر ممكن تكون للألبسة الخاصة بالمدارس، وبالتالي هي بتفتح آفاق جديدة للتعليم المهني وخصوصا النسوي. طبعا ضمن خطة وزارة التربية لمكافحة فيروس كورونا أنجزت مديرية التربية مجموعة من الكمامات طبعا على 3 دفعات. الدفعة الأولى كان دفعتين ما يقارب 14,000 كمامة، طبعا كانوا في خلال الفصل الثاني من العام الدراسي وفي فترة الحظر تماما. في هذه طبعا في هذا بداية العام طبعا الآن نقوم بإنجاز كمية من الكمامات ما يقارب 12,000 كمامة. طبعا هذا العمل طبعا تشكر عليه وزارة التربية واهتمامها بصحة العاملين في مديرية التربية. وبين القائمون على العمل أن تصنيع الكمامات يتم وفق الشروط الصحية وبأياد وخبرات محلية بعدما تم تجهيز الأماكن، ويتم تصنيع حوالي 7,000 كمامة وفق المقاييس والمواصفات المعتمدة، حيث يشارك في العمل أكثر من 50 مدرسة مساعدة. تنفيذ لخطة الوزارة بتصنيع كمامات كان لنا مخصصات أمتار من القماش لتصنيعها ككمامات. نقوم اليوم بزيارة أحد ورش التصنيع، هي ضمن الثانويات المهنية النسوية، وإن شاء الله خلال اليوم أو غدا سيتم انتهاء من كافة الكمية المسلمة إلينا ويتم تجميعها وتسليمها إلى المستودع المركزي من أجل أن تكون تحت تصرف وزارة التربية. وهي المرحلة الدفعة الثالثة من تصنيع الكمامات. مراحل العمل أول شيء مرحلة القص، بعدين التتناية، بعدين الدرجة التجميلية وتركيب المطاط، درجة التجميلية، وبعدين مرحلة الكي والتعقيم. بعد ما منعقمهم منحطهم بالكياس ومنختم الكيس. يذكر أن مديرية التربية سلمت لوزارة التربية 14,000 كمامة أنجزتها الثانويات المهنية بعدما تم تعقيم وتغليف الكمامات بإشراف ومتابعة دائرة الصحة المدرسية. لأخبار التربوية وليد سلطان حمى. ونختتم حلقتنا لليوم في محافظة حلب، حيث تقدم تلاميذ من أبناء الشهداء ومصابي الحرب والمعلمين لاختبار المتميزين لقبولهم في الصف الثاني الأساسي مباشرة. التفاصيل في هذا التقرير. أجرت مديرية التربية بحلب اختبار صبر المتميزين لتلاميذ الصف الأول من أبناء وبنات الشهداء ومصابي الحرب ذوي العجز التام والمعلمين والمستخدمين الراغبين بالانتقال مباشرة للصف الثاني ضمن إجراءات احترازية ووقائية في مدرسة عدنان المالكي. حسب تعليمات وزارة التربية أجرينا مسابقة للمتميزين بالصف الأول أبناء المعلمين والشهداء وجرحى الحرب، لكي إذا كان في عندهم مستويات علمية جيدة أن ننقلوا من الصف الأول إلى الصف الثاني. العدد المتقدمين الآن 162، وزعناهم على 8 قاعات صفية حسب التباعد المكاني حسب التعليمات الوقائية من مرض الكورونا. اختبار صبر المتميزين التلاميذ مواليد 1/2/2014 حتى غاية 31/12/2014 تم تشكيل لجنة من قبل المواجهين التربويين
لوضع أسئلة المواد الأساسية الثلاثة الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية بحيث تكون متناسبة مع تلاميذ الصف الثاني، وتمت مراعاة يعني الطالب الجيد فما فوق من أجل تمييز هذا التلميذ في هذا الصف. طبعا يخضع التلاميذ إلى سبر معلومات بثلاث مواد، اللغة العربية اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات. في نهاية الاختبار إذا حصل الطالب على 90% بكل مادة ينتقل وينجح إلى الصف الثاني. شمل السبر اختبارا بمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حيث قامت لجان مختصة بوضع أسئلة مناسبة لتقييم التلاميذ ومدى قدرتهم على الانتقال للصف الثاني. شو اسمك؟ قيس بازر باشي. انت شو عم بتحل هلأ؟ شو هدول؟ فحص. مشان شو الفحص؟ مشان اصير صف ثاني. طيب الأسئلة سهلة ولا صعبة؟ سهلة. قديش بتاخد يعني اليوم؟ 10 من 10. برافو. طيب انت شو رح تصير يا غيث بس تكبر؟ عالم. عالم شو؟ مخترع يعني؟ ايه. شو اسمك؟ ليان. ايه ليان، شو هذا الفحص اللي عندكم؟ شو رح تصيروا بعد ما تحلوا؟ صف ثاني. طيب الأسئلة سهلة ولا صعبة؟ سهلة كتير. سهلة كتير. قديش يعني مناخد اليومة؟ 10 من 10. طيب ليان انت شو رح تصيري بس تكبري؟ دكتورة. شو اسمك؟ اسمي محمد آسع. محمد شو عم بتحل هلأ؟ شو في عندك؟ عندي؟ هون ايش في؟ ايش عم تساوي؟ عم بكتب مذاكرة عشان ارجع على الصف الثاني. طيب شلون الأسئلة سهلة ولا صعبة؟ أظن إياها سهلة. يعني شقد بتاخد أنت؟ علامة؟ يعني باخد مثلا يعني كنت بصف أول أخد 40 20 120 هيك شيء. وهلأ بهاي المذاكرة قديش بتاخد؟ هلأ بهاي المذاكرة باخد 10. برافو. شو بدها تصير لما تكبر؟ شلتي؟ شو رح تصير لما تكبر؟ تصير مهندس الطيار. بلغ عدد التلاميذ المتقدمين للسبر 162 تلميذا وتلميذة، تم توزيعهم على 8 قاعات امتحانية، وستصدر النتائج يوم الخميس القادم. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. كان هذا كل ما لدينا من التربوية في أسبوع. للمزيد من الفعاليات وأخبارنا التربوية نلتقي معكم مشاهدينا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.